هنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس السيسي بمناسبة ذكرى يوم الشهيد وقرب حلول شهر رمضان الكريم. وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إن ذكرى يوم الشهيد من أعظم الأيام خلودا في تاريخ مصر، حيث يعد لذاكرة تضحيات وبطولات لرجال القوات المسلحة المصرية. سيادة الأعضاء، تحتفل مصر في 9 من شهر مارس من كل عام بذكرى يوم من أعظم الأيام خلودا في تاريخ مصر، وهو يوم الشهيد. ذلك اليوم الذي يعيد للذاكرة تضحيات وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، ويضع أمام الأجيال الجديدة تضحيات وبطولات الشهداء من أبناء الوطن ليستلهموا منها روح الفداء ويتعلموا معنى العطاء للوطن. رحم الله شهداء الوطن وحفظ مصر من كل مكروه وسوء.